السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس دو ناصر غانا. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا توجور في لو تيم تاع لي كالمار، غير سامبل راكم تشوفوا غير سامبل سي كالمار صوتي على بروفونسال، توم معدنوس ملح فلفل كحل. ها واش كاين الو المكونات كما راكم تشوفوا: زيت، فلفل كحل، معدنوس، ملح، توم والكالمار. دونك شوفوا طريقه التحضير تاع رابيد اسمها قسوينه. الو راني سخنت الزيت هكا، واش ندير؟ نرمي لي كالمار تاعي، راني قطعتهم هكا ديزانو. قليهم. جو بريفير كما يقول انه الانسان يحوش، باسكو شوفوا لي كالمار ولا لي زونكورني قاعد كما يقولوا الكالمار سيبيا، هذو ما يحبوش زعما نقولوا حنا طولوا لهم. نتوما تستناو زعما باش لازم يكونوا زبده، امبوسيبل الزبده لازم تغليوها ولا كدا باش يولي هو لازم يكون كيما يقولوا كروكون ويتمدى تما الانسان كي يكون ياكل فيه يحس بلي هو يقرمش حاجه. بصح طري ماشي ديفيسي، ما يجيش شغل كاوتشو، هذا هو المهم. الوغ دوكا واش ندير؟ نديرو السال، الملح، شويه تاع الفلفل الكحل، هاذيك بعد الريحه ما كاش. هادو هما قسويلات. دوكا خليه كيما هكايا حتى ياخذ شويه لاكولار ومن بعد نكملو. الو شوفوا دوكا هاك هاو يترتق كدا، اخذ لاكولار دوري. دوكا واش نزيدلو؟ براسك على فين ندير توم، هنا التوم عندي ماشي شغل درتو عاوله مرحي، سينو تقدروا سنينه التوم تقطعوهم دي روندال هكايا، تخلوش التوم تاعكم يتحرق، جوست يبارفيمي برك، باسكو الا تحرق راح كلش. هنايا التوم تاعي سخن ويعطيلي بارفا. المعدنوس نرميه ونطفي النار ونحركو. المعدنوس تخليوه يطيب. فوالا هاوليك كالمار على بروفونسال.